عسلامة مدى. عسلامة، مرحبا. لاباس؟ الحمد لله، عايشك. مرحبا بيك حذانة، قدمي روحك. اسمي صباح، بخوف. شنو تقري؟ قري سيونس فيزيك. مرحبا بيك على كل حذانة، ان شاء الله ربي يعينك. احنا ديجا باش نحكيو على التعليم. خلينا مبدئيا نحكيو على العلاقة بين الاساتذة، معناها في التعليم. والله يا عسى علاقة طيبة ياسر 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 ياسر. نحكي على روحي أنا، معناها مع زملائي وزملائي زميلاتي ما شاء الله، والله العلي العظيم. أسرتي معناها أسرتي الثانية، أصل نهرب من الدار للليسي الحقيقة، فهمت؟ باش نعمل جو، متفاهمين، قراب لبعضنا، قراب لبعضنا، أصحاب مع بعضنا حتى البرة. اسكو علاقتكم جوست في اطار العمل والا تتقابلوا برا وتجيو لبعضكم تطلعوا لبعضكم في الدار؟ نفطروا لبرا، نمشيو نسهروا بحذا بعضنا في رمضان، نخرجوا مع بعضنا، نبداو حتى في العصا نحاولوا باش نتفاهموا مع السونسور باش يعطينا عصا مع بعضنا، باش يعني على الاقل نعاونوا بعضنا زاده في الخدمه. واخوا با اللي ما تجمش على عندها ديزونجاجمون احنا ناخذوا بلاصتها. وبالنسبه معناها اللي في نفس الماتيير سبعة اوني بيان. سر معناها سر نجاح العلاقه بينك انت والزملاء نتاعك؟ والله ما خدموش مخاخنا الحقيقه، وما عندناش حسابات، كل واحد ربي يعين. صحيح، كل واحد يحسب على روحه، واللي يحب يحسب هذاك يقعد على روحه بالطبيعه. سوغاي كارتي معناها ماهوش. انت في التعليم العمومي مدام؟ العمومي يعني. فما هكا تراجع شويه التعليم العمومي ولا؟ والله ما تراجعش، اما اللي تراجع دور الاولياء. مو احنا ديما راهو نضربوا التعليم ونحبوا نضربوه التعليم العمومي، وفيها الاساتذه هيك الحمله المشيطنه اللي قاعده صايره تو الحقيقه. انا بنت التعليم العمومي ونخدم في التعليم العمومي. خلينا نصححوا هالمعلومه. والتعليم العمومي مازال بخير، وفما من اساتذه الكفاءة اللي مش مصلي عن بيهزين هما التعليم العمومي. شنو اللي تراجع؟ راهو انا بحكم علاقتي مع التلامذه، بحكم علاقتي مع الاداره، بحكم علاقتي اللي تحب عليها انت، التعليم دور الاولياء ما عادش موجود. اللي هو شنو دور الولي؟ المراقبه. هو يراقب ولاده، يعس على ولاده، يجي يتفقد ولاده. انت عام كامل ما يجيش يتفقد على ولاده، ما يتفقدهمش، ويجي يقول لك حجب الاعداد. يا ولادي راهو حجب الاعداد على الاداره، راهو الاعداد تعطات لتلامذتنا، تلامذتنا تعرف اعدادها، الاولياء يعرفوا اعدادهم. اما شنو حتى بشر وما يجي يسال، ما يجي يسالك وما يجي يقول لك ولادي اش عاملين ولا ما عاملينش ولا حاضر ولا مش حاضر. ما فماش. اي انت معناها تولي تلعب دور الاستاذ وقيم وتعس عليه وتعس على وتعيط لامه ولا ابوه، والام كي تجي تقول لك انا راني ما نجمتوش. كيفاش ما نجمتوش؟ انا نجمو. صغير قداش عمره اللي تجيك بروميير اني؟ خاصه عندك البروميير اني كوارث. كوارث فيش من ناحيه شنو مدام؟ في الاخلاق، في الديسيبلين، في التحصيل العلمي زيرو زيرو. وزيد ما يحبوش يقراو، ما يجي من الكوليج النيفو نتاعو ضعيف. حاله 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 تقول عليك تريض في السيوده في الكلاس. والله والله العظيم كان جاش مش واحد مسيطر هكا ما يلقاش روحه الحقيقه. معناها المعلومه معناها صعيب توصل ولا كيفاش؟ ما يقراوش. تعطيه خدمه عمره ما يحضرها لك، تعطيه تقول له راهو بعد ثلاثة جمعات وبعد شهر راهو الدوفوار، يجيك مش حل الكراسه امانك. هل الدروس الخصوصيه ضروريه مدام ولا في ظل هذا الكل؟ ما نحبش نحكي عليها الدروس الخصوصيه طب. بالحق ماهيش ضروريه، هي تحب ضروريه لشكون؟ للانسان اللي يحب يعاون روحه يحسن بالطبيعه. اما اللي هو مش قاعد يخدم، مش كي تعمل درس خصوصي كي تعمل 20,000 في الدرس في الـ في الـ في الـ تهاو يقراوا في الدروس الخصوصيه ونتائجهم الغادي من حاله كارثيه. يعني قول لهم انا فلوس ماشي فتره. قله وعي. التلامذه ما عادش تحب تقرا، مخاخهم كان في الهجره، كان هاو باش نحرق. تصور انت معناها سي سيزون بروميير اني سيزون مخ هاو باش نحرق. باش تحرق انت ما حاولت السيزون؟ شنو ريت ما جربت في بلادك؟ صحيح. على غالب باش نعمل كيفاش نجمو نحفزوهم باش معناها باش ينجحوا باش يقدموا؟ والله ما نتصورش كان اي استاذ راهو مقصر من ناحيته. هذه اولا
ثانيا انا ناقني قلت لك راهو الوالدين هما اللي عليهم العمدة بصراحه. الوالدين ياسر غايبين 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 بدرجه مهوله. تلقى واحد على 35 واحد يجيك شي مره واحد يسال على ولده، يجيك شي مره راهو كما قبل الاولياء يجي ما يجي ويسالوا. حسره يا حسره يا حسره الحقيقه يا حسره، ماهمش موجودين. هذا مش نفسهم نتاع قبل. لا اوه شتينا بين ثرائي وثريا. شنو الاسباب؟ على الاقل الانترنت عندها دور في الموضوع ولا؟ اه وي مصلي على النبي. شنو الدقدقهم هو راهو؟ تليفونات راهو تليفونات. قبل كان عندك وقت فراغ تمشي تتراجع دروسك. قبل كانوا يطالعوا. تو المطالعة زيغو ما يعرفش يكون لك جملة بالعربي، ما نحكيش على الفرنسي. الفرنسي هذاك يقول لك ما فهمتش، أو ترجم له. تخدم أنت مترجمة في الكلاس، راك تخدم مترجم ترجم، تخدم تكون في تخدم بالعربي وترجم بالفرنسي وتعاود تفسر. وزايد ما يقراش تليفون. تليفون من الليل مع النهار مع الصباح في وين تحب انت، حتى في الكلاس كان يعني انت ماكش مسيطر عليه وتعس تو يحل لك التليفون في الكلاس. هو السبب الاكبر هو الانترنت. الانترنت احنا ما عرفناش الشعب الشباب نتاعنا ما عرفش يوظفها الانترنت. نورمالمون الانترنت تتوظف، تنجم تحل جوجل تلقى اي حاجه ماكش فاهمها، اي حاجه ماكش مستوعبها، تحل يوتيوب تلقى الدنيا الكل. كثره المواقع هي زاد السبب. وما فماش سورفيونس من الاولياء. انا ولدي ما نعرفش، انا نورمالمون قبل دفورات يتنحى تليفون، مش ضروره تليفون راهو، مش ضروره. اكيد ماهوش في السن هذاك معناه. سن المراهقه ماهوش ضروره تليفون، شيلو تليفون بو 30000 خليه يكلمك تحب تلوج عليه وينو، شيلو تليفون هكاك. قوليش انا ضروره مش ضروره والله، لو كان جاي يستغله باش يقرا بيه ولا يعمل بيه. صح صح. فما كالكوزان اللي مصلي على النبي عارف يوظف في الانترنت، والاخرين ربي يهدي. وكاوش باش ننصحهم انت مدام؟ والله ننصح الاولياء في قلوا ولادكم، خاطر تونس راهي بيكم بالشبيه، ما نجموش نزيدوا نقدموا. اش باش نطلعوا احنا باش فين على الجيل المستقبل؟ طلع فيه واحد ولا اثنين طيارات، الاخرين اش باش يعملوا؟ سامحني اش باش يعملوا؟ هذوما عاسفين على توسكي مهن ولا فورماسيون ولا حاجه. يحب من اول نهار يخرج يخلص في الملايين. منين باش باش وانت اسمك ما تعرفش تفرقوا؟ اش باش تعمل اختي؟ الاولياء ثم الاولياء ثم الاولياء. يعطيك صحه يا مدام، نخلي لك الكلمه الاخرى. ان شاء الله ساعه نقدم تحيه لزميلاتي وزملائي، خاصة الكليك بتاعي جماعة ابن سينا مازن بورقيب، ربي فضلكم وراي علاقتنا طيبة 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 ياسر، وربي يخليكم نبعثكم.